اول حاجه اللي غادي نوصي الناس بالنسبه اللي كيجيو محتاج عاش ندوزو شنو غادي نديرو لهم عندنا في كعلاج تقنيات. اول حاجه لي جين دو في مهمه. انا كنقول للناس سورتو اللي عندهم وليدات طغاس يعني قل من 17 عام باش نعرفوا انهم دائما تيكونوا كيصاحبونا تيخرجوا معنا. يعني نحاولوا اننا نحافظوا عليهم في هذه الوقيته هذه من تيكون الريح من تيكون نتفاداو ما امكن مثلا الغابه المناطق اللي تيكون فيها هاد لابولين نحاولوا اننا نتفاداوها. يعني الناس اللي عايشين في المدن وغادي يقولوا واحد النهار قررت اننا نخرجوا نديروا بيكنيك مثلا خصوصا دابا دكتوره خصوصا في الفتره هذه ديال الربيع الكل يحب ان يخرج في الطبيعه ونجلس في الطبيعه. وين بيان سور الوغ هنا نحاولوا اننا نقللوا هاد الخرجات هادو بحيث سورتو الا ما كانش كياخد علاجات ما كانش متبع شي علاج سواء طبيعي او العادي نحاولوا اننا نتفاداوها. الوغ كاين حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيبداو يتحكوا من اخرهم ويبداو يحكوا عاود عويناتهم وكيحماروا ويتنفخوا كنوصيهم ياخذوا شي شويه ديال الماء لودماغ الماء ديال البحر يجدوا عليه الماء العادي الروبيني يدفيوه شي شويه ويحاولوا ان ينقيو به يديروا ان با لعينيهم ولمناخرهم او لا ياخذوا الماء دكتوره الماء ديال البحر الماء ديال البحر الملوحه ديال البحر ما تاثرش على العينين اللي عنده البحر ما غاديش تاثر عليه بيان سور غنزيدوا عليها شي شويه ديال الماء الماء عادي الوغ منين كان الماء العادي منين كناخذوها الناس اللي عندهم بحال اللي ما عندهمش يمكن لهم ان ياخذوه من لي فارماسي من الصيدليات راه كيتباع الوغ هذا كنيطويو به العين وكنيطويو به اوسي المنخر يمكن اننا نستنشقوه ونوليو نخرجوه باش نيطويو به الانف ديالنا انا هذا لو دماغ راه كنديرو حتى لوليدات صغار ملي تيتخنقوا بلوكاو اليوم نويفات ديالهم تنديروا هذيك لو دماغ الماء ديال البحر اللي كيكون في واحد العبوات فيهم رشاش بخاخ وكننبخوا بهم في الانف ديال الوليدات الصغار هنا بين فين كيتسرح لهم المناخير ديالو الوغ هذا نقدروا نديروه كعلاج طبيعي. نعم عندنا عاود علاجات اخرى ولا طرق اخرى كما كنسموه لي بان بان يعني حمام ديال الانف والعين كناخذوا واحد الكاسرول واحد الاناء اللي كنديروا فيه الماء كيغلي من بعد كنزيدوا واحد جوج قطرات ولا ثلاثه من زيت النعناع وي الايسونسييل دو مانت النعناع الزيت ديالها جميل بزاف وكيريح وكيقدر انه يحل لنا دوك المناخ ديالنا ينقص علينا شي شويه باش نقدروا اننا نتنفسوا مزيان. كنعرفوا ان النعناع وسي لوكاليبتوس حتى هو مزيان لوكاليبتوس مزيان بزاف الا كان عندنا وريقات يمكننا اننا نغسلوه ونغليوه في الماء ونشربوا منه شويه كيف ما يمكننا نستعملوه كزيت اساسي نقطروه في هذا قلنا لو با ماغي اللي غادي نديرو ونخليوه هذا البخار يطلع لينا على عينينا وعلى مناخرنا